السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام. الله إياكم يسعدك، وشايف أنك في طالب طيبون. الله يرضى عليكم، حياكم الله، تفضل، بارك الله فيكم. إياكم ونفع الله بكم والعباد والذلة. شيخ، أهلا أنا الله يسعدك. أشتغل الآن على بحث أريد أن أقدمها لماجستير، وهي تتعلق بزيادات البصيري على أبي زرعة في تحفة التحصيل. عنده حاشية على الكتاب، وقفت على ما يقارب 290 راويا زاد على أبي زرعة، والحمد لله يعني بدأت أن أجمع فيه المادة العلمية، إلا أنني يعني كنت أريد أن أستفسر منكم، يعني إذا مر بكم شيء من زاد على بصيري في رواة المراسيل، ممكن تفيدوننا بارك الله فيكم. البوصيري، تقصد البوصيري؟ أي أيوه نعم. زواعد من ماذا ولا ماذا؟ لا، عنده زوائد على كتاب أبي زرعة في تحفة التحصيل، حشى على الكتاب، عنده حاشية عليها، فزاد عليه كثيرا في ما يتعلق برواة المراسيل. على أبي زرعة، على أبي العراقي. زرعة العراقي، ايوه، يعني الأحاديث المرسلة تقصد، الاحاديث المرسلة. ما رفعه التابعي. ايوه، كم ذكر بالنسبة ل أبي زرعة؟ وقفت على 2 و وقينا على 290 راويا. ممن يرسل؟ أيوة، ممن يرسل. والله يا أخي، بالنسبة لمثل هذا، على كل حال، يعني ما هناك إلا أن يقرأ الإنسان التراجم، تراجم الرواة، ثم بعد ذلك، من خلال ذلك، يستطيع أن يستقصي مثل هذا. يعني هذا لا يدرك بغير هذا. فلان، يعني على سبيل المثال، يرسل، من وسمه بالإرسال؟ فلان. بهذا يستطيع يا أخي. طيب شيخنا، نبدأ الكتاب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس مدارسة جامع الإمام الترمذي، مع كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي وفي قول الترمذي وفي الباب. والمدارسة تجري على أمام فضيلة شيخنا الشيخ حسن حيدر، رفع الله به. شيخنا، بالنسبة لنزهة الألباب، نحن وقفنا عنده، ولكن لأن حتى لا نحرم الشيخ محمد من طيب، خلاص، قراءة، فنأخذ طيب، الجامع ثم نعود إلى ذلك إن شاء الله. إن شاء الله، وصلنا إلى الباب 19 فيما أحسب. انتظروا. نعم، فرقكم الله. قال رحمه الله: بأسانيدكم حفظكم الله تعالى ورضي عنكم، إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بسر بن أرطأة صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة.
وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها، فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. نعم شيخنا، أعوذ تفضل. بالله من الشيطان الرجيم. والله أنفعنا وأنفع بنا كريم، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم. قال رحمة الله عليك: دفن أبو الوليد أحمد مكار كما هو المشاهد نسب إلى جده، وأحمد عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك ابن الوليد بصر بأرطة، تكلم فيه الباغندي بغير حجة، دافع عنه الخطيب، والمصنف له يروي عنه في عدة مواطن رحمة الله عليه. وأما شيخ الوليد بن مسلم فلا يخفى، الشامي المشهور بالتدليس، وهو ثقة بلا شك، إنما إذا صرح أو توبع قضي الأمر. وها هنا بلا شك أن عدة رواه عن الأوزاعي تابع توبع متابعة تامة وقاصرة. والأوزاعي الرحمن نعم إمام أهل الشام، أحد الأئمة المتبوعين، أفيد بالتصنيف بترجمته، كان من كبار الفقهاء، انقرض أصحابه في القرن الخامس، وكان من أشد الناس صدعا في الحق، أجاب في 70,000 مسألة كما قال هقل بن زياد. خرج ذلك أبو زرعة الدمشقي في تاريخ دمشق لأبي حاتم في مقدمة الجرح التعديل، وله قصة غريبة عجيبة مع داود بن علي تنبئ على ماذا؟ على نصحه وحسن أدبه وقول الحق. روى الإمام أحمد في كتاب العلل من طريق عتبة بن حماد قال: حدثنا الأوزاعي قال: بعث إلي عبد الله بن علي فأعظمني ذلك واشتد علي، قال: فقدمت علي، قال: فدخلت والناس سماطان قائم في أقدمهم الكافر، الكافر كوبات، قال: فأدناني ثم سألني، قال: يا عبد الرحمن، ما تقول في مخرجنا هذا؟ ذلك يعني في الدولة العباسية، وما نحن فيه؟ قال: قلت: أصلح الله، أصلح الله الأمير. قال: كان بيني وبين داود بن علي مودة، يعني أخوه، قال: تخبرني؟ قال: فتفكرت ثم قلت: والله لأصدقنه. قال: استسلمت للموت. فقلت: حدثني يحيى بن سعد الأنصاري عن محمد إبراهيم عن علقمة نقاص قال: سمعت عمر الخطاب يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: وبيده قضيب ينكت في الأرض. ثم قال: يا عبد الرحمن، ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ يقصد ذلك بني أمية. قال: فورد علي أمر عظيم واستسلمت لله تعالى. قال: قلت: والله لأصدقنه. قال: قلت: أصلح الله الأمير، قد كان بيني وبين أخيك داود مودة. قال: هيه، تخبرني؟ قال: قلت: حدثني مروان عن مطلف بن الشخير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل المسلم إلا في 3، تارك لدينه، أو رجل قتل نفسا فيقتل، أو رجل زنى بعد إحصان. قال: ثم أطلق وهو قائم، قال: أخبرني عن الخلافة، وصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فورد علي أمر عظيم واستسلمت للموت،
وقلت لأصدقن، فقلت أصلح الله الأب، قد كان بيني وبين داود بن علي صداقة. قال تخبرني، ثم قال لو كانت وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك علي بن أبي طالب أحدا يتقدم. ثم سكت سكته، ثم قال ما تقول في أموال بني أمية، أحلال لنا؟ قال فاستسلمت للموت وقلت لأصدقن. قال قلت أصلح الله الأمر، قد كان بيني وبين داود مودة. قال تخبرني، قال فقلت له إن كانت لهم حلال فهي عليك حرام، إن كانت عليهم حرام فهي عليك أحرم. قال ثم أمرني فأخرجت. هذا طرف من أخبار هذا الإمام رحمة الله عليه، ومن شاء بسط ذلك فليرجع إلى ترجمته في الكتاب السابق الذكر. أما شيخ الأوزاعي الزهري فيأتي إن شاء الله في موطن آخر ما يتعلق بعظم فضائله و مرويات الصحابة فمن بعدهم ترجع إليه. عن سعيد أبي سلمة بن عبد الله بن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكلاهما كما لا يخفى على الجميع من الفقهاء السبعة، فقهاء أهل المدينة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ قضى أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه إلى آخر الحديث من الليل. ذكر الليل جعل قيد ليخرج بذلك نوم النهار، وهذا ما ورد التصريح به عن الإمام أحمد، وافقه غيره كما صرح بذلك الإمام الترمذي، مع أن له رواية أخرى. وقول آخر إنما ذكر الليل للتغليب، وإلا فالنهار داخل في ذلك أيضا، وهذا ما نقله المصنف أيضا عما ذكر عن الشافعي. إذا العبرة واحدة، وإذا استيقظ أحدكم من الليل، في بعض الروايات من منامه، وليس ثم تحديد لاستغراق مدة هذا النوم، بل ما يوجب الوضوء فحكمه أيضا في هذا الباب كذلك. فلا يدخل يده في الإناء كما لا يخفى، لا نهي، والمضارع مجزوم بلا النهي، والنهي في الأصل يكون للتحريم إلا أن تجد قرينة تصرف ذلك. وقد قال بمطلق هذا النهي بعض الأئمة المتبوعين، قالوا إن النهي يفيد ماذا؟ التحريم، ومعنى ذلك أنه إذا أدخل يده في ذلك الإناء عموما كيفما كانت، فإن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ إلى نجاسة ذلك الماء، فيجب إهراقه. وهذا ما نقل عن الإمام إسحاق بن راهويه، والطبري، الإمام الطبري، وداود من الظاهرية، فلا يدخل يدهم. ورد ذلك بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده،
استدل بهذا على أن الماء ليس نجس، وإنما الكراهية التنزيه. دليل ذلك أن الأحكام عموما في هذا الموطن مبناها على اليقين، وقوله أين الذي أين باتت يده لا يعلم أفيها نجاسة أم لا، علما بأنه حين نام بلا شك ولا مرية لم تكن في يده شيء من النجاسة. والبناء كما تقدم على مسلوق، على الحكم اليقين، لحيث قتل عن عبد العزيز عن أبي هريرة عن شيء عن أبي هريرة: إذا كان أحدكم المسجد ووجد ريحا بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحكم يشمل جميع أنواع الطهارة، أنها على الاستيقان. فقالوا إن الكراهية، إن النهي الكراهية ما خلف أولى، فلا يدخل يده في الإناء في بعض الروايات في أوضائه. فأداة التعريف في الإناء العهد الذهني. قوله يده كما تعلمون أفرد لإرادة في الجنس، وإلا في الحكم يشمل كلا اليدين. وقد ورد بالتثنية، وردت التثنية في بعض طرق حديث الباب حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. واستدل بهذا في حصول التفرقة، بينما إذا وردت النجاسة على الإناء أو ورد الماء على النجاسة فرقوا. وهذا التفريق والاستنباط صحيح بلا شك ولا مرية، أن النجاسة وإن قلت ووقعت في الإناء الذي فيه ماء يتأثر تمنع ذلك الماء. لكن هذه النجاسة لو صببت عليها ماء وإن قل، فالفرق بين ذلك كائن. ومما استنبط من هذا الحكم أن بعضهم خصص الحكم هذا فيما إذا نام النائم وكان على حدث وزال هذا الحدث بالحجارة بالنجم لا بالماء، قال إن ذلك لا يؤثر طالما إن هذا استنباط في الحقيقة. وإلا الذي يظهر من هذا أن الحكم واحد، فلا حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاث. شك من بعض الرواة عن الأوزاعي ولعله من الوليد، وإلا فقد رواه عدة بغير شك جازمين بالثلاث، كما أن ثم من رواه كمعمر سفيان جازمين بماذا؟ بالثلاث، مرتين أو ثلاث. فإنه للتعليل لا يدري أين باتت يده. شارع الحكيم يعبر عما استهجن بالماذا؟ بالكناية.
إذا المقصود من ذلك أن الشارع يشير إلى أن الشخص قد يفضي بيده إلى المكان الذي لا يخفى، وبعض ذوي الأهواء استهزأ بما يرويه أهل الحديث فابتلي، فلم يستيقظ إلا ويده في المكان المحقور، كما ذكر ذلك الخطيب في كتاب الرحلة. قوله حسن صحيح، مضى أن تكلمنا عن هذا الاصطلاح سابقا، وقد وقع في إسناده اختلاف يا مشايخ، على الأوزاعي وعلى الزهري، وهذا الخلاف يكمن في الوصل والإرسال وفي سياق الإسناد، فبعضهم ساقه عن أوزاع عن الزهري عن سعيد فقط، يعني عن أبي هريرة، وبعضهم اقتصر على ذكر أبي سلمة عن أبي هريرة، وبعضهم جمع بينهما لكن ليس على سبيل الشك سعيد أو أبي سلمة عن أبي هريرة، وبعضهم أرسل عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، جعله سالم بن عمر. هذا الخلاف في الحقيقة لا يؤثر، أما الخلاف في الوصل والإرسال فلا شك ولا ري ولا مرية أن الحق مع من وصل. عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الذي روي عنه رواية الإرسال قد وصل، ثم هو لا يقاوم من وصل، وأما من جعله من مسند الزهري عن سلمة عن ابن عمر فهو عقيل بن خالد وهو من الأئمة الثقات، لكن لا يؤثر، لا يصح، لم يصح السند إلى عقيل. وأما الخلاف في من قال عن سعيد عن أبي هريرة أو عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أو عن سعيد أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو أتى بالشك، فهذا لا يؤثر، هذه صحيح العلة، والحديث ذكره الدارقطني في كتاب العلل، وأطنب في ماذا؟ في ذكر الخلاف فيه، علما بأن الحديث في الصحيحين، وإيراد الدارقطني له في العلل لا يعنى بذلك أنه ماذا ضعيف، علما بأن الحديث المعلم قسم ضعيف، أمر لا شك فيه، إنما العلة كما تعلمون على قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة، وهذه العلة في الحقيقة بين الواصلين للحديث لا تقدح، وذلك لسعة حفظ الزهري وما له من أصحاب وغير ذلك. أحد عنده سؤال مشايخ؟ من عنده سؤال في هذا؟ ها، من عنده سؤال؟ من عنده سؤال من الشيخ؟ لا أحد. طيب شيخنا، تفضل نمضي تفضل. إلى الباب الذي يلي. و
الأخ غير موجود قراءة بقية. هذا الشيخ محمد لا نعلم عذره، لأنه هو له بعض الظروف في مصر مع والدته، هو بها بر جزاه الله خيرا. ف يعني ما شاء الله. وأنا لا أحب أن، لأن لو قرأ الكتاب سيضطر هو إلى أن، لحرصه الشديد على. طيب ما شاء الله. طيب المهم، ما أحد عنده سؤال في هذا الباب؟ نعم يا شباب، تفضل. أحد عنده سؤال؟ يمكن أعطيكم 5 دقائق. من عنده سؤال؟ شيخنا بارك الله فيكم، تفضل. هو امتناع دخول اليد في الإناء فقط أم في أشياء أخرى مثل لمس الفراش أو الثوب أو شيء من هذه الأمور؟ هو بالنسبة يا أخي، الذي أظهر من هذا أن يخص الإناء، لكن بالنسبة للفراش وما فراش غير داخل في هذا، فذكر الإناء يستلزم التخصيص، ويفهم من ذكر الإناء أنه مثلا لو أدخل يده فيما هو أكبر من ذلك كالبرك ونحو ذلك، إذا كان الماء كثير لا يدخل الذي يظهر فيه في هذا النحو، إنما الإناء كما لا يخفى على الجميع الأصل فيه أن الماء يكون دون قلتين، كما سيأتي الخلاف فيما يتعلق بالماء الذي ماذا؟ الذي يحمل الخبث والذي لا يحمله، وردت روايات حقيقة تخصص أن ماذا؟ أن هذا النهي متى يكون؟ عند إرادة، يعني ماذا؟ الوضوء. ففي ابن ماجه يخصص هذا، معنى ذلك أنه إذا أراد الإنسان يعني استعمال ما لغير الوضوء ما هناك ما يمنع. فورد عند من حديث جابر مرفوعا بلفظ: إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسله، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على موضعها، إلا أن الحديث الحقيقة هذا فيه ضعف. فالذي يظهر من هذا أن النهي يعم، لكن يخص ذلك ماذا؟ يخص ذلك ما تقدم ذكره، الإناء الذي ماذا؟ عد لذلك. كما أنه ورد أيضا دليل آخر يدل على أن الماء هذا نجس وأن الماء يهرق، كما تقدم أن هذا المذهب نمي إلى إسحاق والطبري وداود، ومما يستدل لهم بهذا بما ورد من طريق المعلى بن الفضل قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثم ليتوضا، ان غمس يده في الاناء من قبل ان يغسلها فليهريق ذلك الماء. هنا صريح كما هو المشاهد على نجاسة ذلك الماء
وماذا؟ والأمر إراقته، والشارع لا يأمر بهذا إلا لشيء لا يحل استعماله، إلا أن الحديث عندما نعاد لا يصح، لا سمع الحسن من أبي هريرة، وتكلم في الربيع بن صبيح، وكذلك المعلى بن فضل الرابعة، فلا يصح الاستدلال به، قد حكموا على هذا اللفظ بالنكارة. أما من صرح بذلك ابن عدي، من عنده سؤال مشايخ؟ إنما في الحقيقة الأمر بالإلاقة هي أيضا كما تقدم مأثور عن بعض التابعين، ذكر هذه المسألة ابن المنذر في الأوسط، ونماها إلى الحسن البصري، وروى عن أحمد قوله أعجب إلي أن يفيق المنام إذا كان منام الليل لا منام النهار. هذه الرواية التي عند المنذر غير الرواية التي نقلها الترمذي رحمة الله عليه عن الإمام أحمد. من عنده سؤال مشايخ؟ ها، من القائل إن للعلم أقفلة ومفاتيحها المسألة؟ ها، من قائل ذلك مشايخ؟ ها شيخ كايل، من قائل ذلك؟ الزهري وابن سيرين قال نحوه. أحسنت، إن للعلم أقفلة ومفاتيح المسألة، ما معنى هذا القول؟ ما معنى هذا القول؟ ها، ما معنى ذلك؟ معنى تفضل 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 شيخنا حبيب، تفضل، بارك الله فيك، تفضل. معناه أن العلم لن يصل إلى أحد ما لم يسأل عنه ويتم البدار لذلك، لأن العلم ايوه يؤتى ولا يؤتى إليه. احسنت، وايضا وايضا ايضا غير ذلك ايضا، يعني نعم، معنى، تفضل تفضل. أن العلم يزكو وينمو بالمباحثة والمناقشة، ورد عن بعض العلماء أنه يعني تلمذ له بعض تلاميذه 20 عاما، ثم طلبوا منه تزكيته فقال: ما باحثني مرة واحدة فكيف أزكيه؟ فلعلها من هذا الباب. أحسنت، معنى ذلك أن الشخص في حال الإلقاء بعيد أن يكون مستحضر بكل ما عنده، فإذا طرأ له سؤال تذكر المسألة، هذا معنى إن العلم أقفلة ومفاتيحه المسألة. أيضا شيخنا أحسن الله إليكم، تفضل، لأن هذا يشبه يعني ما قاله ابن عباس رضي الله عنه لما سئل بما حصل هذا العلم، قال: بقلب أقول ولسان سأقول، إلى ما صح، قال رضي الله عنه. ذكر الخطيب في جامع أنه كان ماذا؟ كان يأتي في نحر الظهيرة، فالرماة تسفه مع شدة حرارتها، وهو متكئ بردائه على باب زيد ثابت، لا يدق عليه ولا يستأذن حتى يخرج زيد لصلاة الظهر، فيقول يا ابن رسول الله:
ألا آدم ترى؟ فيقول لا، العلم له أجل من ذلك. هذا ابن عباس. شيخنا أكرمكم الله ورضي الله عنكم. تفضل. شيخنا الشيخ العمراني كان يقول هيا عتنق بشو ولا لا. ما يعني شك، يعني الأسئلة مهمة، الأسئلة مهمة في الدروس. فتحت مشاهياتنا يا شيخنا، بارك الله فيكم للأسئلة. تفضلوا كنا بقى. نحب أن نمضي طيب بالسؤال. بس إذا لنا هذا من الشيخ كايل ولا من الذي يتكلم؟ عمرو يا شيخ عمرو، شيخ عمرو أنت من أين؟ أنا في قطر شيخنا الحبيبي، فتح الله لكم، بارك الله فيك. لا لست مصري. لست عمرو ي... لا لست عمرو خلي لست يسأل عمرو خلي يسري. لا 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 لا، ما شاء الله، مرحبا بك. طيب خلاص يا تفضل. شيخ، يقول تفضل تفضل. بارك الله فيكم. وأنا بقرأ في التحفة شيخنا، الشيخ مثل في محل النزاع بحديث: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. يعني ما أوجه الشباب بهذا الحديث، وحديث إذا قام أحدكم من منامه، يعني في التحفة ذكر إنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، ولن هذه يذهب. المسألة، تفضل. هذه مسألة الاستنثار واستنشاق ستأتي قريبا إن شاء الله في أبواب الوضوء، حيث عقد لها المصنف بابا، يعني في حديث أن بقي عن سفيان عن جيش عن العاصم بن لقيط صلى على النبي: إذا من استجمر فليوتر، ومن استنشق فلينثر، ومن استجمر فليوتر. ف إن شاء هنا يعني فليستنشق ثلاثا. ومسألة الاستنشاق عدها ابن المنذر في الأوسط من سنن الوضوء وليست من الواجبات. والحديث الذي ذكرته أيضا محمول، حمل على ماذا؟ على الاستحباب لا على الوجوب. هذا بالنسبة للاستنثار والاستنشاق ثم الاستنثار. بارك الله فيكم. الله يجزيك. طيب ها، شيخنا من عنده؟ ناخذ الباب العشرين، وبعد ذلك ايضا الاسئله تفضل. مفتوحه ان شاء الله. طيب تفضل عفوا شيخنا، معلش. تفضل. انا يعني ما ظننت ان الاخ يكمل الباب الاخر. انا عندي سؤال يعني عن راوي خارج الباب، يعني تفضل. موسى بن عبيدة. يعني وجدت كثير من أهل العلم يضعف حديثه، لكن دون أن يبينوا علة الضعف. وأحمد يقول يعني لا أحل الرواية عنه، لكن وجدت يعني ابن سعد في الطبقات يقول ثقة كثير الحديث وليس بحجة، ووجدت يعني أبا داود يعني يوثق حديثه، وفي غير عبد الله بن دينار وشعبة يروي عنه. وجدت من أبو داود، وجدت من أبو داود يوثق أها حديثه في غير عبد الله بن دينار وشعبة يروي عنه، فلا أدري يعني إذا انفرد بحديث ولم نجد من يتابعه، هل يقبل حديثه أو يرد؟ موسى بن عبيد الربذي لأحمد أكثر من قول في الحقيقة. فيه ذكر عباس بن محمد الدوري في تاريخه عن الإمام أحمد أنه ماذا؟ قال: إذا روينا في الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض على أصابعه الأربع. أما ما عدا ذلك يقول يعني في الرقائق، طريق الترهيب،
فلا مانع. ونص الإمام أحمد في هذا المقال مثل بمن؟ بموسى بن عبيدة الرباني. سيأتينا في الجامع في كتاب الفتن حديث موسى بن عبد الرحمن عن زيد بن عبد الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: إذا مشت أمتي المطيطية وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. فهذا الحديث يعني ماذا؟ انفرد به موسى عن عبد الله بن دينار، وجد له متابع، لكن الترمذي أعل تلك المتابعة. والحديث كما تشاهدون في الترغيب ترهيب، فبناء على ما قاله الإمام أحمد في هذا الباب ممكن يعني ماذا يحدث عنه. شعبة الحجاج قيل بأنه لا يروي إلا عن ثقة، لذلك بعض المتأخرين صحح حديثه من محمد شرع محمد جعفر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث عن رجال من أصحاب معاذ من أصحاب معاذ في حديث ما تحكم إلى آخر الحديث المشهور عند الفقهاء. بعضهم يقول إن من عبد شعبة، وشعبة شيوخ ثقات. ومن صرح بهذا الكوثري في كتابه المقالات، ومن قال هكذا غير صحيح. شعبة هو بنفسه يصرح حيث يقول: إذا لم أروي لكم إلا عن ثقة لم أروي إلا عن ثلاثة. هو بنفسه يروي عن رواة ويضعفهم هو بنفسه، حيث قال: حدثني علي بن زيد وكان رفاعا. ومعنى قوله رفاعا يعني سيء الحفظ، يرفع الموقوف ما كان من قول الصحابي جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لسوء حفظه. وقد روى عن جابر الجعفي، وجابر الجعفي كما في مقدمة مسلم يقول ماذا؟ حفظت عن آل محمد 50,000 حديث، ثم حدث يوما بحديث وقال هذا منها. أين 50,000؟ السنة كلها ما تجي نصف هذا. وكان يقول كما في مقدمة مسلم: علي في السحاب والرعد صوته والبرق صوته، ومع ذلك يروي عنه. وله عدة من الشيوخ يروي عنه وهم كما تقدم. فرواية شعبة عن موسى بناء على ما تقدم لا يدل على ذلك على ماذا؟ على توثيقه. موسى بن عبيدة ينفرد بروايات لم يتابع عليها وهي كما ذكرت عن أبي داود، وما قاله في ماذا؟ فيما يرويه عن عبد الله بن دينار. فالصحيح أقل الأحوال إن لم يكن متروك فهو ماذا؟ ضعيف لمخالفته للثقات. ومعنى ذلك أن الرجل
سيء الحفظ. هذا معنى ما استدل به على ماذا؟ على ما يتعلق بموسى بن عبيدة. أحد عنده سؤال مشايخ؟ شيخنا من لو عنده؟ اعتذر لنا نبدأ في الباب 20 إذا أذنتم. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في التسمية عند الوضوء. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي البصري قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس. قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب. منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. انتهى الباب عندك؟ انتهى الباب. نعم. خير إن شاء الله، في بعض النسخ زيادة إسناد آخر. نعم، قال في الحاشية شيخنا، قال بعده في حاشية الأصل بخط مغاير وكتب فوقه ميم. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلها. وهذا الحديث في نعم. أحسنت. نصر بن علي الجهضمي هو ولده علي بن نصر، والنصر بن علي الأعلى كلهم من بيت رئاسة المعلم، وله منقبة. بالنسبة للنصر بن علي تدل على عظم مكانته عند الله عز وجل، وأنه كان مجاب الدعوة، وذكره السمعاني في كتاب الأنساب، ودعي ليتولى القضاء، وكان الذي دعاه المستعيذ بالله بعث إليه ليشكو صلى القضاء. أمير البصرة فقال له: أرجع إلى أهلي وأستخير. فلما رجع بنحر الظهيرة وصلى ركعتين وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. فنام فما فأنبهوه فإذا هو مات. وكان ذلك عام 50 و100. بشر بن معاذ العقدي أيضا قرينه هو ثقة، إن قيل فيه كما في التقريب أنه صدوق. بشر المفضل إليه المنتهى في التثبت كما ذكر ذلك الإمام أحمد، وقال ابن المديني كان يصلي كل يوم 400 ركعة ويصوم يوما ويفطر يوما. عبد الرحمن بن حرملة وثق
وينفرد أحيانا بأحاديث كحديث أيما إهال بدبغة فقد طهر، وينتقد عليه حقيقة. أما شيخه أبو ثفال المري نسبة إلى بني مرة فمجهول. صرح أبو حاتم وأبو زرعة في العلل، يعني ماذا؟ في شيخ رباح، بذلك. وأما أبو ثفال ثمامة بن حصين كما سماه المصنف، ذكره ابن حبان في الثقات، ومع ذلك كما تقدم حكم عليه أبو حاتم وأبو زرعة على أن يحتفل وشيخه رباح كلاهما بالجهالة. وأظن أن الجهالة عند أبي حاتم معروفة، يعني الجهالة عنده من لم ينص على تعديله، حتى وإن روى عنه أكثر من واحد. ومدار الحديث حديث الباب كما تشاهدون عليه الإسناد الثاني يزيد بن عياض عن أبي ثفال عن رباح، يزيد بن عياض متروك، ومع ذلك مداره على المري وشيخه. الحديث لا يصح حقيقة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث ذكر المصنف ها هنا في قوله وفي الباب كما هو المشاهد عن 6 من الصحابة، وأهمل 3 إلا الحديث ورد من 10 طرق عن 10 من الصحابة، وربما يكون أكثر، لكن كل هذه الطرق لا تصح، كلها معلقة ولا تحصل الالتقاء حقيقة. لذلك الإمام أحمد كما تشاهدون قال لا أعلم في هذا الباب حديثا إسناده جيد، وتقدم عن معنى كلمة جيد. أحد يذكر معنى هذه اللفظة؟ معنى جيد؟ ماذا قلنا سابقا؟ على كل إن شاء الله غدا نكمل، ومن كان عنده سؤال فليأتي به فليبدي به. أحد عنده سؤال يا مشايخ؟ من عنده سؤال؟ نعم شيخنا، تفضل بارك الله فيك. حياكم الله، أحسن الله إليكم شيخ. شيخنا المروزي ينقل عن إمام أحمد رحمة الله عليه في السؤالات أنه قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير له أخطاء كثيرة فيها، فذكر حديثا سئل إمام أحمد رحمة الله عليه عن حديث رواه أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير فيما يتعلق بسؤال قال متى كتبت نبيا؟ هكذا جاءت، فقال هذا منكر، هذا من أخطاء الأوزاعي، كان كثيرا ما يخطئ عن يحيى بن أبي كثير. فلا أدري يعني إذا وقفتم على أشياء يعني فيها، كنت أريد أن أجمع مادة علمية فيها بمكان يعني إمام أحمد، وأن عبارته كان قوي جدا والأوزاعي إمام، فما رأيكم شيخنا؟ متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد،
الحديث الحقيقة أعل، ما من شك أعل يا شيخ. هذا الحديث وبعلة قادحة، قيل أنه من مسند ميسرة الفجر، شفت كيف؟ وقيل أنه من مسند ابن أبي الجدعاء، عبد الله بن أبي الجدعاء، والخلاف فيه ما من شك. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، إنما بالنسبة لمسألة، هذه المسألة بالذات يا شيخ محمد كذا، في حديث من رواية هشام بن سعد بن زيد بن أسلم صالح عن أبي هريرة قال: لما خلق الله آدم مسح ظهره بيمينه وأخرج منه كل نسمة وكتب فيها، جعل بين عيني كل بين عيني كل شخص وبيص إلى آخر الحديث. فبالنسبة لما يتعلق بالمقادير قد قدرت لكل شخص وكتب لجميع الأنبياء من قبل ذلك، وسيأتينا في كتاب القدر حديث المعتمد سنة عن يعني عشان صلى أبي هريرة أن موسى لقي آدم وقال: لو أخرجتنا من الجنة أغويت الناس أخرجتنا من الجنة، قال: تلوني على عمل كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال له: أتجد في التوراة أن الله كتب عليه قبل كذا؟ قال: حج آدم موسى. وحديث حيوة بن نشر عبد الرحمن الحبلي يعني عن ابن عم: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة كل شيء. فالنبي عليه السلام لا شك ولا مرية قد كتب الله له هذا، كما كتب لبقية يعني ماذا الأنبياء. الحي ضعيف لا شك، ليس فيه مثلا يعني ماذا أن هناك من قبل النبي عليه الصلاة، لا، من قبلته أكبر من ذلك قبل أن يخلق آدم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، مسألة القدر لا تخفى على الجميع. من عنده سؤال يا مشايخ؟ نعم شيخنا، ممكن؟ تفضل، بارك الله فيك، تفضل. الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا، بالنسبة لحديث الضرير، حديث عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه في علل ابن أبي حاتم، فيروي عن شعبة أن أبي جعفر الختمي عن عمارة بن خزيمة، يقول أبو زرعة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى: هذا الحديث حديث شعبة أصح، بينما ابن أبي حاتم يرجح حديث هشام الدستوائي أبي جعفر أبي أمامة سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف. طيب، في حالة الترجيح يعني أو الاختلاف في الترجيحات، هل نقول عليه أن هذا إسناد مضطرب أو هكذا؟ أو الحديث يعني، وبهذا هل نحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف؟ بارك الله فيكم. هل أبو جعفر هذا هو الخطم؟ نعم، الخلاف موجود، الخلاف موجود، هل هو الخطم هنا؟ الخلاف موجود، نعم شيخنا، هل أبو جعفر هذا هو الخطم أم غيره؟ لكن أم الترمذي الخطم؟ يقول غير الختمي، الترمذي يقول غير طيب، الختمي، لكن أبو جعفر عند في التاريخ الكبير عند البخاري أبو جعفر المديني. ايوه يعني نعم مجهول نعم ولا وبعضهم رجح على أنه ورد في حتى في علل ابن ابي حاتم، يقول ابو جعفر الختمي عن شعبه عن ابي جعفر الختمي. ايوه، بس الخلاف فيه الشعب عن ابي جعفر الخطمي، وغيره يقول ماذا؟
وهل صح السند إلى شعبة؟ ما أذكر أنا الحقيقة صح السند. تفضل. نعم، صح السند من شعبة إلى محمد بن سلمة، محمد جعفر عن شعبة، يحيى بن سعيد القتان عن عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الخثمي، ومنهم من قال أبو جعفر المديني، عمارة بن خزيمة، عثمان بن حنين. أبو جعفر الخطمي هكذا صرح. نعم، في العلل بن أبي حاتم، لكن عند الترمذي عليه رحمة الله يقول هذا غير الخطمي، أبو جعفر غير الخطمي. والبخاري في التاريخ الكبير يقول أبو جعفر المديني. وأبو جعفر المدينة هذا مجهول. نعم، طيب نحن بهذا هل نصح أبو زرعة يقول حديث شعبة أصح، وأبو ابن أبي حاتم يقول حديث أمامة بن حديث هشام الدستوائي، معاذ بن هشام عن هشام الدستوائي وهو أصح، ابن أبي حاتم يقول لأنه توبع من قبل معاذ بن هشام عن أبيه عن من؟ عن أبي جعفر، وهذا ليس فيه ختمي أو غير الختمي، عن أبي جعفر أيضا. أيوه، وهشام الدستوائي تابعه روح بن القاسم، وبهذا رجح ابن أبي حاتم رواية هشام الدستوائي، لكن الذي روى عنه شبيب بن سعيد، والذي يروي عنه عبد الله بن وهب، وهو شبيب بن سعيد ثقة. نعم، لكن الذي روى عنه عبد الله بن وهب تقريبا، عن عبد الله شبيب بن نعم عبد الله بن وهب ماله إمام بلا شك، نعم إمام بلا شك، يعني معنى نعم ذلك أن قول هشام أولى بهذا الباب، نعم يعني الجهالة كائنة، الجهالة موجودة مع حصول الاختلاف، والجهالة موجودة حقيقة. إذا نعم، نحن بهذا هل نقول عليه أنه اضطراب في الإسناد، وبهذا رباعي في الحديث؟ هذا ما من شك، هذا الاضطراب بعينه، نعم هذا الاغتراب، نعم وهذا نعم الاضطراب، نعم. نعم جزاكم الله خير آه، شيخنا، بارك صدق. الله فيك. الله يبارك شيخنا فيك. شيخنا، مع الترجيح هل يبقى هناك الضغوط؟ تفضل الآن يا شيخ. يقولوا مع الترجيح، لا مع هذا الترجيح ينتفي لا يرجحه شيخنا، الاضطراب، أليس يرجحه كذلك؟ أبو زرعة. هنا بالنسبة يا شيخ بارك الله فيك، الاضطراب المقرر في أن الحديث مضطرب شريطة حصول التكافؤ بين الرواة، هذا من شرط الاضطراب، فإذا حصل ترجيح لا اضطراب في الحقيقة. فهشام الدستوائي، هشام معاذ بن هشام عن هشام الدستوائي، ما من شك أنه في طبقة الشعبة في القوة، ومن المعلوم أن شعبة وهشام وسعيد في طبقة واحدة في روايتهم عن قتادة، فحصل خلاف كما تشاهدون بين هؤلاء الرواة، منهم من قال الخطمي، ومنهم من قال المديني، ومنهم من سكت، فهذا الذي يظهر في الجهالة فيه، هذا ما يظهر حصول الاختلاف فيه. تفضل، أحد عنده شيء يا أبو شيخ؟ شيخنا أكرمكم الله، نكتفي بهذا القدر اليوم، إلا أكرمكم الله بارك. حياكم الله. جزاكم الله خير على الحضور، شكر الله لكم، نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم. شكر الله الله لشيخنا حضوره ورفعه مكانا عليا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله.